امال انت ليه بتقشرها قوي كده وتقلعها هدومها خالص كده وتديها لنا؟ لان الزبون ما ينفعش يمسكها بالشوك بتاعها. طب ليه ما ينفعش؟ هيحصل ايه بقى؟ بس هو عادي، المهم انه ما يتاكلش، بس ممكن امسكها عادي. ما تمسكيها عادي. ولا هو تقاليد ال؟ لا مش تقاليد. انك تقطع وتحمي الديهنة كده. ايوه لازم يعمل دور هو. مرة انت حضرتك نعمة، احنا ايدينا خشنة، احنا متعودين. صح. ومين قال لك يا عم خالد ده انا لا مؤاخذة يعني حطها في الاسفلت على طول. طيب عايز اسالك سؤال. أمري. ايه هي الميزة او الفايدة الصحية بتاعت التين الشوكي؟ لان طبعا سيبك مننا احنا ماشي. مش موجودين يعني الشعب بالتين الشوكي شكلنا غريب. شكلنا غريب ده حقيقي عيب. بس احنا حظ بس ان انا مع حضرتك ما بناكلش قوي تين شوكي. في ناس كتير عاشقه للتين الشوكي. ابوكي بياكل تين شوكي؟ ابويا بياكل تين شوكي. لا والله. والله اي حد بيعشق التين الشوكي الا انا وهي يعني وحشين. حظك يا عم خالد جاي فينا. بس قول لي الفايده. الفايده ان هو اللي ما يعني اللي عنده اسهال وكل حبتين تين ده ماشي 100 100 كلم قاعده بايظه جنبي اساسا.